نهاد نهاد وقفي، اعطيني غير شي فرصه نشرح لك. سفيان وبقى عندك ما تقولي وعندي ما نقول لك، خليني عليك ودير بس الخدمه. نهاد كيف سمعتي ليها سمعي ليا حتى انا. شنو غتقول؟ صورني شفتو بعينيا، راه انا اللي خاصني نقول لك مبروك وعرفتي ما تختار. يا نهاد انا اختاريتك انت وانت وحده ما غادي تبدلك. نهاد انا كنبغيك كنبغيك، راه ما كنتصورش حياتي بلا بيك. نهاد فهميني. سفيان خليني عليك. نهاد الو سي نبيل، تخاصمو شفتيهم بعينيك ولا قال لك شي واحد؟ بعينيك انت حاضر وشي خصومه كبيره ولا غير تزيدو تناقشو في الهضره؟ خصومه كبيره كاع خلات ومشات خلات ومشات. اش فهم سفيان في العيالات؟ فهموا في نهاد؟ عائلة تقفى قرية واعية مزيان مزيان، نوض نسخن أنا، واقيلا جا الوقت اللي ندخل فيه التيران. خلي عينيك عليه. لا 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 خلي عينيك عليه صافي. أي حاجة أي حاجة كبيرة ولا صغيرة توصلني. يلا نتسالي دوز عندي. مستمعينا صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل والمساعدة. معكم نهاد سعيد. أمنيات مع نهاد سعيد. ورجعنا لكم على راديو باسيفيكا في برنامجكم أمنيات مع نهاد سعيد. اليوم معنا الحالة ديال أمي نعيمة ولا أمينة اسمحوا لي، اللي لأولادها لا عائلتها لا جيرانها حتى شي واحد ما قدر يعاونها. نخليكم مع فاصل ونرجعوا نكملوا.